الجزائريين من العاصمين في هذه الليلة التاريخية للتعبير عن ربما فرحهم بهذا الحدث. نعم فرحهم وليس ربما. نعم فرحهم. نعم بهذا الحدث التاريخي. حاولت أن ألتزم بالموضوعية ربما أستاذ لزهر ماروك في حديثي، لكن كما قلت نعم بكل فرحة خرجت الجزائريين. أستاذ لزهر ماروك تفضل للحديث عن القضية التي كنا بدأنا فيها منذ قليل. يعني الآن انتهينا من عهد التزوير واختطاف الرئاسة واختطاف الرئيس المريض للأسف الشديد. كنت أتمنى من الله أن نرى الرئيس بوتفليقة يغادر السلطة في أوج عطائه ويسلم الرئاسة لرئيس منتخب شاب كفاءة من كفاءات الاستقلال، لكن للأسف الشديد يعني الأنانية والحسابات الضيقة والمصالح الشخصية طغت على مصالح البلاد والعباد، والآن يعني نحن دخلنا في أزمة كانت أزمة خطيرة جدا، ملايين من الشعب في الشارع، المعارضة كانت أيضا تحاول أن يعني كيف تساهم بطريقتها، المؤسسة العسكرية كانت تراقب عن كثب وتنحاز إلى الشعب، وكذلك لاحظنا أن المجموعة التي كانت تحكم كانت منفصلة عن الواقع وكانت تريد ماذا أن إدخال الجزائر من أجل إنقاذ مصالحها، إدخال الجزائر في مغامرات، لكن الحمد لله وبفضل الله وبفضل إرادة الشعب الجزائري اليوم حققنا أكبر انتصار ديمقراطي في العالم العربي. اليوم نعطي درس للعالم العربي أن الجزائريين العربي فقط للعالم العربي والإسلامي والإفريقي نحن الآن لا. انتقال سلس وسلمي يعني نرى ما يصل ما يقع في فرنسا في سفرة الحمد لله فرنسا ليست مرجع الديمقراطية فرنسا هي أول من أيدت يعني أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل دعنا من هذه التفاصيل لنحافظ على علاقتنا الحيوية مع فرنسا ولا نريد أن ما كان وانتهى الآن قلت الشعب الجزائري يعطي درس للعالم من يوم 22 فبراير لم يسقط جريح ولا قتيل ولا تم تخريب أي شيء كانت سلمية حضارية راقية واعية الشعب الجزائري الآن استطاع كما أعطى درس العالم في التحرر في 54 يعطي درس العالم اليوم في الديمقراطية كما أعطى درس العالم في بناء الدولة في الستينات والسبعينات مع الزعيم بن بلة والرئيس بومدين الآن يعطي درس العالم في الديمقراطية كما أعطى الشعب الجزائري الدرس العالم في المصالحة الوطنية والوئام المدني الآن يعطي الدرس العالم في الانتقال السلس والسلمي للسلطة بهدوء الآن الشعب الجزائري أقول لك أيها الشعب الآن السلطة بين يديك وعليك أن تكون إن شاء الله أنت صاحب القرار الأول والأخير سنبني إن شاء الله سنذهب للانتخابات وسنبني مؤسسة ديمقراطية